تأتي هذه المسيرة مفيدا لمخرجات المجلس الوطني الأخير المنعقد من مدينة الرباط، ردا على السياسات المغلوطة التي يتناجها الوزارة والحكومة على أنها سوت وضعيتنا. بالعكس، هي لم تقم بتسوية وضعيتنا، هي غيرت اسم مخطط التعاقد بأسماء أخرى، وبالتالي نحن لا من بداية المعركة لن نكون نمارس البروباغندا السياسية، بل كنا واضحين بأن الهدف من هذه المعركة هو إسقاط مخطط التعاقد وإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وبالتالي وضعنا معركتنا على القطار السكة ألا هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد. وبالتالي هذه الخطوة يعني جاءت بتنسيق الخماسي للنقابات لتقوم بماذا؟ بالدفع وتقوية التنسيقية الوطنية أساس الذين فرض عليهم التعاقد، ونقول لهم بأننا بسياستكم الصماء، بسياستكم بطاولة الحال اللا حوارية، لأن رئيس البلاد يعني محمد السادس يقول بأنه وجب على الحكومة والوزارة أن تنهج ما يسمى بالمقاربة الحوارية، لكن الوزارة والحكومة تنهج مع هذا الملف الأساسي الذي فرض عليهم التعاقد مقاربة قمعية، مقاربة ترهيبية للأساس ده من أجل التراجع عن منفعهم العادل والمشروع ألا هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. نقول لهم نحن ماضون ولن نتراجع قيد أنملة عن ملفنا وعن قضيتنا العادلة والمشروعة ولو كلفنا دمائنا. نقول للجميع الأساتذة مزيدا من الصمود، مزيدا من الثبات حتى تحقيق الإدماج أو الممات. متحي.